نرجع تاني ونتكلم بقى على المنتخب الوطني. رايك استاذ عمرو في اختيارات كابتن ايهاب جلال؟ انا دايما بحب احترم اختيارات المدير الفني ايا كانت، لان هو في النهايه يحاسب بعد كده، نحاسبه بعد كده. اختيارات الكابتن ايهاب انا شايف انها متوازنه، لان هو ده تقريبا القوام اللي اختاره كروش في النهايه وصل للناس دي، فهو تقريبا نفس العناصر. ممكن يبقى في خلاف حد او اتنين هو عايز يجربهم، لكن اعتقد نفس منتخب كروش ما خرجش بره كتير جدا، يعني نفس المجموعه تقريبا. انا بشكر الكابتن ايهاب جلال، لان في كتير جدا مدربين بيقولوا في تصريحاتهم ان في لعبه كتير جدا تحت نظرهم وتحت عينهم، لكن كل ان هو يعلن قايمه فيها 40 ده معناه بيقول للعيبه اهو انا شايفكم وانا ضمنتكم للمنتخب اهو. 44 مش 40. 44 او 40. فهو يعني دايما في مدربين يا كابتن سيف طول عمرهم بنسمع منهم تصريحات ورديه للاعبين، ان شاء الله احنا شايفينكم احنا متابعينكم احنا، لكن كون ان هو يختار قايمه، يعني انا كلاعب زي اي لاعب والاقي اسمي في قائمه المنتخب الوطني حتى لو تم استبعادي، ده بالنسبه لي وسام شرف. يعني انا اعمل سكرين شوت من الخبر ده واحطه على موبايلي وابقى فرحان جدا جدا في يوم من الايام كنت موجود في المنتخب سواء رحت او ما رحتش، بس كفايه ان اسمي جه في يوم من الايام في قائمه منتخب وطني، وده معناه ان فعلا انا قريب جدا اكون موجود، وفعلا الجهاز الفني المنتخب الوطني شايفني بشكل كويس. شايف الصوره دي؟ شايف الصوره دي؟ احمد عاطف و ايوه احمد عاطف. احمد عاطف ده الاسم الجديد الوحيد. ايوه احمد عاطف يقدر يلعب منتخب مصر؟ يقدر، ليه ما يقدرش؟ يقدر يقدر؟ لاعب صغير ولاعب كويس ويعني يتجهز، هو مش هيلعب اساسي بس يعني يتجهز. سالت كابتن سيد معوض قلت له يلعب في وجود مصطفى محمد، قال لي دلوقتي يقدر يلعب في وجود مصطفى محمد وينافسه. كابتن سيف احنا عندنا فرصه ذهبيه. لا بص من غير ضحك احنا بنلعب غينيا واثيوبيا، دي فرصه ذهبيه لاكتشاف موهبه جديده. يعني احنا مش هنلعب الكاميرون ولا نلعب السنغال ولا نلعب الجزائر ولا تونس عشان يقول لك لا ما ينفعش. احنا عندنا فرصه ذهبيه. انا دايما بشوف تصفيات كاس الامم. طب السؤال ده ليه جزئين، رد حضرتك اتفضل. في الجزء الاول وفي الثاني اتفضل. يقدر يلعب ولا ما يلعبش وينافس مصطفى محمد ولا لا بصفه عامه، لو الخصم بسيط او الخصم كبير. ممكن تقول لي لا ما يقدرش ينافس مصطفى بس نقدر نديله فرص في ماتشات معينه، ياخد فرصه في مباريات، لكن المنافسه لا صعب جدا دلوقتي. صعب. وجهه نظري اي لاعب في الدنيا مش خارج المنافسه، اي حد ينافسه. والمنافسه في مصلحه منتخب مصر. صح. مفيش اي مشكله ان انا مصطفى حاد مش يعني يعني ينافس، ايه المشكله؟ صح. صح. ينافسه، لكن الفكره مش في كده، ان المنافسه هتبقى ظالمه للاعب الصغير. مظبوط. اللي هو احمد عاطف. امال انت سمعتني ضحكتك الجميله دي ليه؟ مش عارف افندم، يعني اتبسطت ليه فجاه طالما ان انت وجهه نظر حضرتك كده؟ يعني اتبسطت في ايه؟ انت حضرتك سمعتنا ضحكتك الجميله طالما حضرتك رايك كده ورايي احترم. استنى فعلا سمعتنا الضحكه الجميله الحلوه دي ليه؟ ليه بتقطعني يا كابتن؟ لا انا ما كنتش اقول اللي انا عايز اقوله. اتفضل يا فندم. انا قلت حاجه؟ اي لاعب في الدنيا ينافس، برافو عليك. مشكله في المنافسه. وعبد المنعم خير دليل. اي لاعب في الدنيا ينافس، احنا مش ما فيش مكان حكر لحد. صح. لكن المنافسه هتبقى ظالمه لاحمد عاطف مش لمصطفى محمد، لان مصطفى محمد مستوى عالي وهو لاعب في المكان ده كويس جدا، وفي مصر ما عندناش حد في المكان ده كتير. وانا وجهه نظري ان احمد عاطف ما ينفعش ينافس مصطفى محمد في الحته دي. ليه؟ لسبب. لان ده طريقه لعب وده طريقه لعب. مصطفى محمد 9 اللي هو بوكس صريح. احمد عاطف اللي هو بيجي من تحت. في ما ينفعوش ينافسوا بعض اساسا، ده وجهه نظر الفنيه يعني. لكن اي لاعب في الدنيا ينافس ومفيش اي مشكله وكله يدخل في المنافسه. احمد عاطف لعيب كويس، لعيب كويس جدا وواعد ولازم ياخد فرص في المنتخب، ممكن ما ياخدش في يعني في البدايه، لكن وجوده مهم جدا. مجرد وجود احمد عاطف في معسكر المنتخب وتدريبات، ما دي خبرات، ما هو بياخد خبرات من اللعيبه الكبيره اللي جنبه، فده برضه حاجه مهمه. طيب انت كنت اتكلمت على مساله عواد ابو جبل، عدم مشاركه عواد المباراه الاخيره عادله ولا ظالمه وانضمام ابو جبل للمنتخب؟ المفروض يعني انا شايف ان الكابتن ايهاب او الكابتن عصام الحضري ظلم عواد ان ما يضمهوش للمنتخب. عواد لازم ينضم للمنتخب،
وينضم عواد وابو جبل. وبعد كده لما نشوف مين هيكمل هو اللي يكمل والتاني يخرج. لكن الاثنين حراس كبار وعندهم خبرات، مع الشناوي حارس كبير وعنده خبرات، الثلاثة لو موجودين في المنتخب انا شايف ان ابقى عندي اطمئنان كبير جدا. انت شايف ان عدم مشاركة عواد فيها ظلم ليه ولا ده طبيعي؟ يعني هو عمل مباراة اسوان والمباراة اللي قبلها بشكل رائع جدا ثم يعني انا ضد موضوع الظلم ده. ما فيش حاجة اسمها ظلم، في حاجة اسمها جهاز فني بيختار. لو انا هقعد ده هي الكورة اصلا ما فيهاش عدل. وعامل عشان كده. وبعدين الجهاز الفني اكيد ليه رؤيه الجهاز الفني، انا لازم احترمها عشان انا حاسب الجهاز. كلام الفني. محترم. انا طبعا ضد سياسه التدوير بين حراس المرمى، ما ينفعش ابدا. ولو كان ابو جبل تراجع مستواه وهتطلع عواد فرصه، يبقى كان لازم عواد ياخد فرصه كامله، زي ما ابو جبل خد فرصه كامله كان لازم عواد ياخد فرصه كامله. لكن ان انا اجي يبقى بطل قومي في مباراه اسوان وينقذ الزمالك من هزيمه كبيره جدا قدام اسوان وهزيمه مفاجاه، يجي بعد كده ماتش بعدين ما يكونش موجود، لا انا شايف ان ده فيه ظلم، ده الظلم فعلا. ان انا عطيت لابو جبل فرصه كبيره جدا 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 جدا، يجي عواد يرجع ولما يشم نفسه ويقول انا هنا تروح انت معاده، لا طبعا ده فيه ظلم كبير جدا لعواد. وانا ضد بس مع تحفظ ان ابو جبل حارس مرمى كبير. انت حضرتك ما قلتش نفس الكلام ده لما لعب اسمه ايه الحارس الثاني في النادي الاهلي؟ اسمه علي لطفي لما لعب علي لطفي وتالق، انت قلت لا إصابة. يخرج يلعب رقم اصابه، دي كانت اصابه مش رقم مستوى. انا بتكلم على رقم مستوى حارس مرمى. مع ثانيه واحده ماشي، اصيب الحارس الاول. لا يا سيدي، لا الحارس الاول لما يصيب يرجع في العالم عادي كله عادي. اسمعني اكمل. طيب انا ما سامعكم وفاهم اللي بتقولوه. الحارس الاول اصيب تمام، تالق الحارس الثاني يرجع الاول يلعب. يرجع الاول ثاني يلعب. هي كده. لا 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 هي كده، كلام مش مظبوط. هي كده هي كده. امال امتى الثاني ده يبقى اول؟ يا سيدي الثاني يبقى اول لما الاول مستواه ينخفض، زي ما حصل كده مع ما هو مصاب. انا بديك ثوابت. عارف اختلفنا انا وانت امتى؟ عارف اختلفت امتى؟ برضه في تالق ابو جبل مع المنتخب اختلفت. قلت ان ابو جبل لازم ياخد، قلنا ابو جبل كسر الدنيا وتالق، ولكن الشناوي حارس اما رجع بعد الاصابه لعب في العالم كله كده. الحارس الاول لما بيرجع ابو جبل مستواه تراجع، عشان كده عواد خد فرصه. ولما ياخد فرصه الحارس ده ويتالق، ده في تراجع. حارس مرمى تراجع مستواه بشكل ملحوظ وبشكل كبير جدا. ابو جبل مستواه تراجع، بالتالي عواد رجع، وعواد لاعب كبير وحارس كبير جدا وحارس دولي سابق، فبالتالي لما يرجع ويتالق لازم ياخد فرصه كامله. لكن ما تقوليش ده بده، ما تقوليش ده بده. وانا شايف ان انا ضد الفكره طبعا ان حراس مرمى المنتخب كلهم يكون فوق ال 30 بشكل كبير جدا، لا طبعا. انا شايف ان حارس طيب. هو الحقيقه برضه عشان ندعم المنتخب، ابو جبل حارس مرمى كبير يستحق الانضمام، عمل اداء رائع جدا، نتمنى له يا رب كل التوفيق. وبرضه الحقيقه عواد ظهر بشكل جيد، نتمنى لهم الاثنين كل التوفيق.